Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone. Welcome to a new lecture and new topics, nuclear magnetic resonance spectroscopy. الموضوع بتاع ال NMR هو من أفضل التولز أو التكنيكس اللي بتستخدم حاليا لإثبات الاستراكشر الكيميائي. وزي ما قلت لكم قبل كده ان المفروض ان السبكتروسكوبي بتتاخد من اوجه مختلفة، منها الاورجانيك الفيزيكال كيمستري والاناليتيكال كيمستري. التوبيك ده بالذات بيتكلموا فيه الناس بتوع الفيزيكس ان ديتيل. احنا هناخد بعض المعلومات العامة عن الثيوريتيكال باك جراوند علشان نقدر نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل، وبالتالي نقدر نستخدم التول ده بطريقة صحيحة. هحاول ان انا كل ليكتشر تكون ما تزيدش عن 30 minutes to get the best out of it ان شاء الله. اوكي، what is NMR? It is a study of molecular structure by means of interaction of radio frequency electromagnetic radiation with a collection of nuclei immersed in a strong magnetic field. هي عبارة عن دراسة التركيب الكيميائي للمركبات من خلال ما يحدث من interaction بين الراديو فريكونسي ومجموعات مختلفة من الأنوية اللي موجودة في مجال مغناطيسي قوي. فاكرين احنا قلنا اليو في عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه اللي بيحصل لحركة الالكترونات لما تمتص طاقة في اليو في. الانفراريد قلنا ايه اللي بيحصل من للبوند اللي موجودة بين الاتومز من خلال الاستريتشنج والبندنج موشن فايبريشن. الماسبك قلنا هي عبارة عن قياس الكتلة على التشارج للمركبات، ومنها ممكن ان انا احدد الموليكولر ويت وممكن احدد الموليكولر فورمولا. هنا بنقول ان NMR هي اقوى تول، والتول ده هيساعدني على اثبات التركيب الكيميائي للمركبات من خلال انتر اكشن بين راديو فريكونسي وبين انوية المركب اللي موجود في مجال مغناطيسي. تعالوا نفهموا بقى الكلام ده عباره عن ايه. In general, a moving charge creates a magnetic field and hence has a magnetic moment. اي جسم مشحون بيتحرك بيعمل مجال مغناطيسي. Certain nuclei act as if they spin in a matter that is equivalent to circular motion. انا ما اعرفش مين منكم شاف التوب اللي هي النحله، لعبه النحله دي بتبقى موجوده على الارض، المفروض ان هي في الزي اكس، اوكي، وبعد كده بتدور حوالين نفسها وفي نفس الوقت بتعمل ايه؟ سيركلر موشن. سيركلر موشن طب تفيد في النيوكليايز ما بتدورش؟ نعم، الأنوية اللي لها atomic mass even و atomic number even بنقول إنها spin equal zero، no spin. زي carbon 12 و6، زي الأكسجين 16 8. بس نقدر نقول ان معظم العناصر يمكن انها ايه نلاقي لها NMR، لان كربون 12 صح هو ناتشرالي اباندنت ايزوتوب، لكن في ايزوتوب الرقم ده قد اللي هو الكربون 13، فالعنصر نفسه ممكن ان انا اعمل له NMR. المهم دلوقتي نبقى عارفين ان الاليمنت
الاتوميك ماس بتاعه ايفن والاتوميك نمبر بتاعه ايفن، السبين بتاعه اي زيرو، وده ما بيهمناش في الماجنتيك ريزونانس اكسبيرمنت. النيوكلياي with atomic mass even and atomic number odd have an integer value of i. لو جينا بصينا على deuterium 2 1 ادي even ادي odd، بالنسبة لنيتروجين 14 7 ادي even ادي odd، هلاقي ان ال i equal 1. Nuclei with atomic mass odd, atomic number odd or even, I equal n by 2, where n is odd integer. فمثلا لو انا عندي بروتون 1 1، هلاقي ان ده odd وده odd، وهلاقي ان هنا عندي ال i equal half. من الالمنتس اللي نقدر نقول عليها لها نفس القيمه هي كربون 13، ان 15، فلورين 19، اس اي 29، فوسفور 31، كلهم لهم اي ايكوال ايه؟ هاف. البورون ادي اوت ادي odd، ولكن القيمة بتاعت ال i 3 by 2. The precise value of i is determined by the number of protons and neutrons in the nucleus. فهنلاقي ان شكل الانوية اللي ما بتدورش سفير، في spinning sphere زي ما احنا قلنا البروتون والكربون 13 والفوسفورس 21، دي السبيننج بتاعها ايكوال هاف. في انوية تانية ان البروتون والنيوترون بيعملوا الابسويد، شكل بيضاوي، النواة مش كروية ولكن بيضاوية، خلاص. وساعتها دي بنقول على ان ايه، ان ال i 1 و 3 by 2 و 2 و 5 by 2 etc. وبنقول عليها quadrable nuclei. بنقول عليها ايه؟ quadrable nuclei. Furthermore, the total number of possible spin state m determined by the value of i. ان number of states of spin بتساوي 2i plus 1، وقيمة السبين m quantum number يبدأ بماينس i ويكبر لغاية ما يوصل لإيه؟ لآي. يعني إيه يكبر؟ يعني أنت بتزود عليه واحد واحد كل مرة واحد لغاية ما يوصل لإيه بلس. يعني مثلا هنا i هنبدأ بماينس i، ضيف عليها واحد هتبقى half. يبقى هنا i minus i، ووصلنا هنا لايه؟ لi. يبقى خلاص، يبقى ما عنديش غير 2 spin states. طب ال n 14 ما هي ال i ب 1، يبقى انا عندي كام state؟ 3 2 times 1 اللي هو ال i plus 1، يبقى 3 state، وهم هبدأ بماينس 1 اضيف 1 تبقى 0، اطرح اضيف 1 يبقى 1، يبقى ماينس اي الى ايه؟ 1، ماينس 1 تو 1 واقف. اوكي، ذا نيوكلياي ان ا ماجنتيك فيلد، ايه اللي بيحصل؟ احنا قلنا ان النيوكلياي اللي بيحصل لها سبين، يعني مثلا زي البروتون 1 1 ده بيحصل له سبين،
وليه كام ستيت؟ اتنين ستيتس، مش كده؟ طيب بيقول لي هنا ان النيوكليوس with spin i can adopt to i plus 1 spin orientation which are degenerate outside the magnetic field. يعني ال 2 spin state بتوع البروتون كانوا degenerate. كانوا ايه؟ degenerate. اول ما حطوهم في مجال مغناطيسي when a collection of these nuclei is immersed in a magnetic field the spin state are no longer degenerate. ال 2 spin states دول ما اصبحوش ايه؟ ديجنريت. بقول عليها ايه؟ زيمان افكت. بقول عليها ايه؟ زيمان افكت. ليه؟ المجال المغناطيسي هلاقي في مجموعه بيحصل لها سبيننج بحيث ان الماجنتيك مومنت بتاعتها بتكون الاين مع الماجنتيك فيلد، خلاص؟ ودي جراوند ستيت في الحاله دي. وفي منها مجموعه ثانيه كانت بتدور بالعكس، خلاص؟ فبتعمل ماجنتيك مومنت معاكسه اوبوزنج للابلايد ماجنتيك فيلد. اوكي؟ يبقى عندي واحده هتكون في الجراوند ستيت واحده في الاكسايتد ستيت. طبعا اللي في الجراوند ستيت اللي هي مع ماشيه مع المجال المغناطيسي، والمعاكسه للمجال المغناطيسي هي دي الايه؟ الاكسايتد ستيت. الاكسايتد ستيت. بقول ان السبين ستيت انرجي اي اي ايكوال ماينس ام اي بي نوت جاما اتش على 2 باي. ام هي عباره عن السبين كوانتم نمبر، بي هي الابلايد ماجنتيك فيلد سترينث، اتش هي البلانكس كونستنت، اما جاما بنقول عليها ماجنيتوجايريك ريشيو. ماجنيتوجايريك ريتشو ده عباره عن رقم ثابت لكل نواه، كل نواه لها ايه؟ قيمه تختلف عن الثانيه. الجاما ده ما هوش ماجيك نمبر، ده عباره عن التشارج ديفايد باي 2 ام. الكيو دي عباره عن التشارج، وده الام عباره عن الماس اوف تشارجد ايه؟ بارتكلز. يعني ممكن نقول ان الوحده بتاعته هي عباره عن كولوم بير كيلوغرام، بس لما نيجي نستخدمها او نطبقها في المسائل بتاعتنا او ال NMR هستعمل يونت ثانيه، مجرد تحويل، جاست يونت كونفرشن. طب لما انت قلت لي يا دكتور ان الام لما كانت بالبلس فعندي دي جراوند ستيت، وام لما كانت ماينس ده الاكسايت ستيت بالنسبه للانويه نيوكلياي which have i equal half. ال difference between these two level of energies هيساوي الاي بتاع الاكسايت ستيت ماينس الاي بتاع جراوند ستيت. هطبق هيبقى ماينس بي نوت جاما اتش 2 باي، الام اي هنا ماينس هاف، الام ماينس اللي هنا بلس هاف، يطلع لي في الاخر ان الدلتا اي هي عباره عن بي نوت جاما اتش ديفايد باي 2 باي. الجزء ده من الايكويشن كونستنت، مش كده؟ يبقى معنى كده ان الدلتا اي بتتاثر بالبي نوت، ده متغير، واحنا قلنا ان جاما دي ثابته لكل نواه ومتغيره من نواه لنواه. اوكي؟ يبقى اذا دلتا اي الانرجي ديفرنس بتوين جراوند ستيت اند اكسايت ستيت از دايركتلي بروبورشنال تو ابلايد فيلد، دايركتلي بروبورشنال تو ماجنيتوجايريك ريشيو. وادي التو سبين، هنا النواه بتسبين بحيث انها تعمل ماجنتيك مومنت في هذا الاتجاه، وده الجراوند ستيت، ولو كانت بتلف العكس فبتعمل مجال مغناطيسي معاكس للايه؟ للابلايد فيلد.
انا يعني بقربها قوي ان انت بتعوم في بحر في موج، فهي انت داخل مع، لو انت بتعوم مع التيار بنفس السرعة تبذل مجهود قليل، لما تيجي تعكس وعايز تمشي بنفس السرعة معاكس للتيار هتلاقي نفسك بتبذل مجهود جامد. فده الجراوند ستيت والاكسايتد ستيت. طب انت بتقول لنا يا دكتور بتلف زي النحلة، يعني بتعمل حاجة اسمها لارمر فريكوانسي اوميجا، ودي برضو لقيناها ان هي بتساوي بي نوت تايمز اي جاما راد سكند ماينس 1. كان بي ترانسفيرد اللارمر فريكوانسي، ممكن احولها لبريسيشن فريكوانسي نيو، يبقى بتساوي اوميجا ديفايدد باي 2 باي. طيب انت قايل ان اوميجا بتساوي بي نوت جاما، يبقى بقى هكتب دي بي نوت جاما ديفايد باي 2 باي، يبقى ده البريسيشنال فريكوانسي اللي هو بنقول عليه ايه سكند ماينس سنو، انا بنقول عليه ايه هرتز، بنقول عليه هرتز. ات 2.35 تسلا وات از ذا بريسيشن فريكوانسي نيو فور بروتون اند فور كاربون؟ احنا لسه من شويه صغيرين قايلين ان نيو ايكوال بي نوت جاما ديفايد باي 2 باي. بي نوت عطى لنا 2.35 تسلا، برضو جاما قايل لنا ان هي عباره عن 267.512 تايمز 10 تو ذا باور 6 راد تسلا ماينس 1 سكند ماينس 1 ديفايد باي 2 باي اللي هي 2 تايمز 3.14 راد. كده هنلاقي ان القيمه تطلع 10 تو ذا باور 8 هرتز، يعني نقدر نقول عليها ان هي عباره عن 100 ميجا هرتز. اوكي، بالنسبه لكربون 13 هلاقي ان الجاما بتاعتها قيمتها كوارتر 1 باي 4 من قيمة الايه ال H، يبقى اذا كان ده 100 يبقى ده ربعه، يبقى ده 25 ميجا هرتز. الكيمست ما بيحبش يقول ان جهاز ال NMR ويقول يعني ان هو بقوة المجال المغناطيسي، يعني نسمعه نقول لك ايه جهاز مثلا بروكر 100 ميجا هرتز، معنى كده ان بيتكلم عن البريسيشن فريكوانسي بتاعت البروتون. اوكي، يبقى بنقول اسم الجهاز بالايه بتردد الهيدروجين اللي هو النواه المشهوره بالنسبه لنا، خلاص ما بنقولش بقوه المجال المغناطيسي. عرفنا منين كلمة يجي يقول لك الجهاز ده قوته 100 أو في الاسم بتاعه 100 ميجا هرتز 500 ميجا هرتز؟ طبعا دلوقتي وصلنا لغاية إيه 1000 ميجا هرتز انسترومنت. نيوكليير انرجي ليفلز اند ريلاكسيشن. The Boltzmann distribution and saturation. In the beginning, it was hinted that NMR resulted from an interaction of radio frequency, which has energy, with nuclei immersed in a magnetic field. Now, where does the energy go in the case of precession proton nuclei? Because there are only two spin states possible, the energy goes into spin flip. That is, the photon energy is absorbed by a nuclei in a lower energy, the spin state plus half, and it is transformed into a nuclei in the higher energy spin state equal minus half.
Note that this spin flip does not change the precessional frequency of the nuclei. And for resonance to occur, the radiation frequency must match the precessional frequency. يعني بمعنى أصح التردد بتاع الراديو فريكونسي لازم يكون ماتشنج مع الفريكونسي بتاعة النواة بالظبط علشان يقدر يحصل انتقال للطاقة وتتحول من MI spin state plus half إلى spin state minus half. Quantum mechanics tells us that for net absorption of radiation to occur, there must be more particles in the lower energy state than in higher energy state. يعني معنى أصح لازم يكون في عدد من الأنوية موجودة في الground state أكتر شوية من الground من excited state. لأن لو population If the two population happen to be equal, Einstein predicted theoretically that transition from the upper layer, excited state, to the lower state, خلاص, is exactly as likely to occur as absorption. بيحصل حاجة اسمها stimulated emission. زي ما كان بيمتص طاقة تفقد طاقة وينزل من الايه من الاكسايتد ستيت الى الجراوند ستيت وساعتها ما يبقاش في ايه سبيكترا In such a case no net absorption is possible and a condition called saturation and الكونديشن دي اسمها saturation وما اشوفش اي سبيكترا Is there any reason to expect that There will be excess of nuclei in the lower spin state. Yes, for any system of energy levels at thermal equilibrium, there will always be more particles in the lower state than in the upper state. عليها ايه البولتزمان ديستريبيوشن ومثلا يعني وبعدين العدد بيبقى صغير جدا يعني مثلا 100 ميجا هرتز انسترومنت لو عندي 1 million particles in the ground state هيكون في الاكسايت ستيت 99,987 اوكي particles او نواه موجوده في الايه الاكسايت ستيت يعني اللي في الجراوند ستيت 13 نواه فرق هل ال 13 دول يقدروا هم ال 13 دول اللي ممكن يعملوا لنا الايه؟ ال NMR signal. طب ايه اللي بيأثر على الريشيو ده؟ Can you summarize the factors affecting the population difference between the lower energy بنقول عليها N alpha and the upper energy بنقول عليها N beta? How is the population difference related to the NMR signal strength? The population difference between two energy levels, alpha and beta, are directly proportional to the energy difference. كل ما كانت الـ energy difference اللي بينهم كبيرة، كل ما كان الرقم difference في الـ ground state والـ excited state كبير. فنيجي هنا نلاقي إن الـ n beta على الـ n alpha exponential of minus delta E على KT ودلتا E هي عبارة عن H جاما B نوت على E 2 باي يبقى معنى كده ان صاحبنا ده كل ما كان الماجنتيك فيلد اوكي لان انا لو انا حطيت دي مكانها هنا هلاقي ان هيعتمد directly proportional to B naught كل ما زادت ال B naught كل ما كان الجاب بين الجراوند والاكسايتد عالي وكمان جاما لو كان ده كونستنت فهنلاقي لو قارنا بين ايه لو انويه معينه هنلاقي كل ما ده زاد خلاص قيمه
دي زادت بتاع الماجنيتوجايريك ريشيو، كل ما كان البوبوليشن ديفرنس بقت ايه في الجراوند اكتر منها في الايه في الاكسايتد. تعالوا نشوفوا جاما بيأثر. بيقول لي ان السيجنال سترينث از ديتيرمند باي جاما تو ذا باور 3، يعني بمعنى اصح الكربون 13 لان هي عباره عن الجاما بتاعتها ربع كوارتر اوف ذا بروتون نيوكلياي، يبقى الديفرنس في السيجنال سترينث المفروض ان هي تطلع 1 على 4 to the power 3، يعني 1 على 64 الكربون تظهر بالنسبه للبروتون. لكن ابدا ده مش الواقع، لان هي تقريبا بتظهر اقل من البروتون حوالي 6000 تايمز. ليه؟ لان اصلا نسبه الكربون 12 موجود في العينه بنسبه 1.1%، ده الناتشرال اباندنت اللي موجود فيها الكربون 13، لان احنا قلنا الكربون 12 مالها سبين ان اكتف اي ايكوال 0. At this point NMR spectroscopy part 1 is ended. Next will be part 2. I hope you have enjoyed the lecture. See you in the coming one. Bye-bye.